سهل الوصول إلى القمة، ولكن من الصعب الحفاظ عليها. هذه المرة أثبتوا لنا العكس، الحفاظ على القمة سهل بسيط عندما تتوفر الإرادة والعزيمة. هذه العبارة كررها فريق شباب سوريا في مخيم الزعتري والنهائي الرابع تواليا، وما هي إلا مسألة وقت وسيكون الفريق على موعد جديد مع التتويج مرة أخرى. حبيبي أنا بلعب 3-5-2 خطتي على الطراف مبنية، يعني دائما أبو خليل وعبد الله لحاله العبد لعبدون. إذا كنت متربعا على عرش كرة القدم فمن الطبيعي أن تكون حالما وتطلب المزيد، وصورة المدرب هنا تثبت ذلك، وكأنه يبحث عن لقبه الأول وهو يشير بيده ويصرخ لتوجيه لاعبيه للوصول لأحلامه بالدرجة الأولى وحلمهم على وجه الخصوص بالبقاء محلقين. مع اقتراب لحظة الحسم والضغط الكبير من الفريق الخصم تبدلت المشاعر، ولكن سرعان ما تغير كل شيء واقترب الحلم من الوصول. أدوات الفرح باتت جاهزة رغم إدراكهم بصعوبة الأمر، لحظات عصيبة ولكنها مرت بسلام مع وجود تكتيك محكم دفاعي ومن خلفهم حارس يعرف الطريق نحو النهائيات. كيف لا وهو الأفضل في آخر 3 نهائيات لعبها الفريق في مختلف البطولات. المبتسمون دائما يتفوقون على الضغوط، صافرة النهاية أعلنت الوصول للنهائي وفرحة اللاعبين تشرح كل شيء. هناك من يصحو على خبر التأهل للنهائي، وهناك من أخبرهم بأن فريقه قادر على ذلك، وهناك من يتذكر بما فعله سابقا. بالمختصر المفيد معنى كلامه بأنه فريق متخصص بالنهائيات.